بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ما خاب من تمسك بكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب، قد أوهن جلد الديار الخالية من أهلها مال الديار وماليا ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوبنا متى سألت الدار عن أربابها. يعد الصدى منها سؤالي ثانيا الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذ العراق كما هي ولقد دعوه للعنا فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا قست القلوب فلم تمل هداية تبا لهاتيك القلوب القاسية. طعم فراتهم حتى قضى عطشان وغسل
يعني مو بس ما يشرب الماء، حتى أنه لا يغسل بالماء. عطشا ومسيل بالدماء الجارية يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي وابن البتول الزاكية تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية تبتيل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية بعد هذا البيت قال أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية من تكون يا صاحب هالأنوار المضية قل ما تعرفني غريب الغار ما تشوفني بلا راس ومن نحري حاجك ما انتل في الماتم تنادي ولي عليك تبكي على مصابي شيعي شلون اخليك ولاجلي يا شيعي لابس ثياب الرزيق بعز جلال أهلك على التابوت شالوك مغسل مكفن واحفر وقبرك وار لو من بعد موتك على التربان خلاك مثل ثلاثة أيام بالغبرة رمية تريد تعرفني يا سيد؟ تريد تعرفني يا سيد؟ قال أنا لما حد تلوع في الخلايق مثل لوعي أنا الذبيح الذبحة وبصدري رضيعي كل ما جذب وانا جرب خدي دموعي عطشان ضامي يجذب الونا خفي انا اللي مثلي بالخلايق ما حدا انصار كم شاب شفته معفرين فوق التراب وتفطر قلبي وراسي من الهضم شاء وذبحت رجالي في طفوف الغار ولا أنا الذبيح بكربلاء المذبوح عطشا
وانا اللي صارت جثتي للخيل مدان، رضوا اعظامي وعلقوا راسي على اسنان، وبنارهم حرقوا وخدور الهاشميه. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نقرأ في دعاء مكارم الأخلاق لمولانا الإمام زين العابدين قرة عين الساجدين: اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وسكون الريح وطيب المخالقة. نعم، هذه من الصفات التي نقرأها في هذا الدعاء العظيم الذي صاغه مولانا الإمام زين العابدين سلام الله عليه. هو مجموعة من الدروس يسردها الإمام زين العابدين سلام الله عليه ويصوغها أو يصيغها على شكل دعاء، دعاء مكارم الأخلاق الذي هو شبه مجمع عليه، يعني فعلا من الأدعية التي تتميز. ربما كانت هناك بعض الأدعية قد تكون عليها مؤاخذات في أسانيدها أو في متونها، ولكن دعاء مكارم الأخلاق يعني كل أهل العلم يحترمون هذا الدعاء وينظرون إليه بنظرة الافتخار مما جاء في تراث الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ومع المسافة الزمنية التي تفصلنا عن الإمام زين العابدين، إلا أن هذا الدعاء لم يضع بمن من الله جل وعلا. وهنا ربما أستطيع أن في هذه الفقرة أن أجعلها في عناوين ثلاثة: وحلني بحلية الصالحين، أولاً ضم أهل الفرقة، يعني شنو يعني إصلاح ذات البين. وحلني عندما يقول الإمام زين العابدين وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين، يعني الصالحون لهم حلية والمتقون وهم الصالحون لهم زينة. ما هي زينة الصالحين وما هي ما هي ما هي حلية الصالحين وما هي زينة المتقين؟ قال هذه الصفات: في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وجمع أهل وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين، يعني الألفة، يعني إصلاح ذات البين. لاحظ، كلها تحت هذا العنوان: ضم أهل الفرقة. إن الله أحب الكذب في الإصلاح وأبغض الصدق في ماذا؟ في الإفساد. ولهذا الذي يقول القول الذي من شأنه أن يفرق بين المؤمنين
قد يكون قد جاء بالحق، يعني أي حق اللي هو كان صادقا في قوله، ولكن الله جل وعلا لا يرضى بهذا الصدق، لأنه ماذا؟ لأنه يفرق بين المؤمنين. عتل بعد ذلك زنين، من هو؟ قال الذي يأتي بالنميمة. هذا يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى ملكة مهمة اللي ذكرها الإمام زين العابدين سلام الله عليه. ما هي؟ قال اللي هي كظم الغيظ. لاحظ مرت علينا ذكرى الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله عليه، كظم الغيظ. الإنسان إذا ما اتصف بهذه الصفة ليس إنسان إلا ويغضب، أي صير الإنسان لابد وأنه جبل على أمور منها الغضب، ولكنه لا يصل إلى كماله إلا إذا أغضى عن الغضب، لأن الغضب ضرب من الجنون. زين، فكظم الغيظ هذا نتيجته ماذا؟ نتيجته إصلاح ذات البين وضم أهل الفرقة، هذه سمة. السمة الثانية التي يشير إليها الإمام زين العابدين سلام الله عليه قال وإفشاء العارفة وستر العائبة. هذه مهمة، المجتمع إذا ما يعرف هذه الأمور يعني ناقص شيء كبير جدا. وإفشاء العارفة وستر العائبة، عندنا شنو؟ عندنا عارفة، العارفة يعني الصفات الفاضلة، الصفات الطيبة، زين، مكارم الأخلاق، كل الصفات يعني شنو؟ يعني الفضيلة التي أمر الله جل وعلا بها. إفشاؤها أمر مهم، وستر العائبة. ملاحظ؟ صلوات على محمد. ستر العائبة، ما هو إفشاء؟ شلون إفشاء العارفة وستر العائبة؟ أولا أن يعمل المؤمن بالمعروف وأن ينتهي عن المنكر. زين، كيف أفشي العارفة؟ يعني أنشر العارفة. وكيف أستر العائبة؟ أولا شنو؟ أبدأ بنفسي، أن أعمل بالمعروف وأن أنتهي عن المنكر. هذا مصداق حديث الإمام سلام الله عليه، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، أو كونوا دعاة لنا شنه؟ صامتين. بعدين شنه قال؟ قال أن يذكر المؤمن أهل العارفة وأن يتغاضى عن أهل العائبة. إنسان مؤمن عنده عيب، عنده خطأ، عنده مشكلة، يا أخي مو لازم أجي أتكلم أنا وأقول فلان عنده كذا وعنده مشكلة كذا وعنده مشكلة كذا. ملاحظ هذا المعنى؟ لأن هذه مشكلة كبيرة جدا. لا، أرجع إلى شنهم؟ إلى إفشاء العارفة، بحيث أن هذا الإنسان المؤمن يذكر أهل العارفة ويثني عليهم، خصوصا الذين يتصفون بهذه الصفات. عد ما انجي إلى العنوان الثالث، وهو ماذا؟ قال ولين العريكة وخفض الجناح. جيت إلى الدنيا مولانا وإذا أنا لا أريد أتسلط على الناس، وأنا بعد ما عندي شيء فقير،
يوقف مولانا في المجتمع يريد يفرض نفسه بأقل القليل، يرفع صوته بأقل القليل، يريد يتشاجر بأقل القليل، يريد ينتصر في البيت ويا الجيران، يريد ينتصر عليهم. زين لاحظ، يقول الإمام سلام الله عليه: ولين العريك. يعني شنو؟ يعني إنسان يكون هادئ لا يرفع صوته، مؤدب، إنسان متواضع، إنسان يعيش حالة من الحياء، حياء عنده. ولين العريكة وخفض الجناح. خفض الجناح يقدر، هو قد يقدر يصطير، لكن شنه؟ لكنه يغضي. هذه من الصفات التي تجسدت في الفقيد السعيد الذي اجتمعنا واجتمع الأحبة في معزاه، والذي آلمنا فقده حقيقة واقعا، السيد جعفر بن السيد محسن. وكان كما تقول الحكمة بالفعل يعني: الفتى سر أبي. وكان يعني الخبر جدا مؤلم، لكن لو ما أهل البيت سلام الله عليهم، ولولا مواساة المؤمنين، ولولا حبنا لأهل البيت سلام الله عليهم، ولولا أن جلت مصائبهم وعظمت. شوف هالخبر هذا لما جاك شلون صار فيك، شلون هذه تستذكر شنو؟ تستذكر خبر الحسين يوم وصل إلى زينب في الخيمة، وعمل على أمل اللقاء، يوم اللي قدمت إلى فرس المنية يوصيها وعدل حجابها على رأسها ويمسح دموعها من عيونها، يقول: اجمعي شمل اليتامى بعد فقدي وانضمي، يسليها: أبي خير مني، جدي خير مني، أمي خير مني. وراح عنها بأبي وأمي، ما راعها إلا والجواد يصهل. هذه وش حالها؟ الجواد يصهل. يقول الشيخ حسن الدمستاني: أيها المهر توقف، لا تحوم حول الخيام. هذه زينب فقدت منه، وزينب منه إياها الحين. واترك الإعوال كي لا يسمع الآل الكرام، كيف تستقبلهم؟ تصدمهم بالخبر، تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون الآن إقبال الحسين. يقول الشيخ حسن: مرق المهر وجيعا عاليا منه الصهيل. يخبر النسوان، راح يخبرهم: أن السبط في البوغا جديل، ودم المنحر جار، صابغ الجسم يسيل، نابع من ثغرة النحر كما تنبع عين. خرجت مذ سمعت زينب إعوان الجو، تحسب السبط أتاها بالذي يهوى الفؤاد، ما درت أن أخاها عافر في بطنها. بأبي وأمي وهي من عظم مصاب لبست ثوب السواد، وهي بالكفين فوق الرأس تحثو بالبداد، وتنادي: أين خلفت حسينا؟ يا جواد كن خبيري، أي أرض ضمنت جسم الحسين؟
لفت بصرها أو لزمت بشفها حشاها. إلى هالسيد هذا هلون عمها ولن الجواد حام خالي من حماها والعين من لب القلب صبت دماها صاحت يا مهر حسين هين فصل الخبر زين ويلاه ويلاه أردن شدك والقلب طارت به الأنفاس خالي تجيني وين راح يرفع وطيحت ولينا وين عن طيحة العباس أريد أوصل واحتضب توديع الاثنى قال هالبطل عباس طايح بالمسنى وحسين بالحمى وعليه الخيل وعباس ميت وظن بعد حسين ما مات كان ما حز العدى راسه تلحقي أنا لأرجع وعاء رجع عليها يقل هلسان حالة يا زينب يا زينب حزة وكريمة والشمر بالرمح شالة الله عوينك من بعد عينش تلاقي وويلا الله يساعدها يوم اللي تلاقت بمحمد بن الحنفية في المدينة وإذا به يقول من أنت يا أمت الله قالت الله يا محمد أنكرتني محمد ينادي يا زينب والقلب بالحزن ذاب خبريني يا زكية اشحل عليكم من مصا ويلاه ويلاه قال يا اختي الخبر جانا بفعل شيال اللواء ملك صدر المشرعة وبالعطش ردوا مرتوى وسمعنا يقولون بالأجساد ضيق نينوى قالت اسكت لا تسايل واستمع رد الجواب كان تسألني عن عضيدك أبو فرجش فعال فيض الوديان بدموم العدا يوم الحمل والله ذكرها بحرم صفين وهوال الجمال لكن انقطعت جفوفا وانجدل فوق التراب قال يا اختي هالمصاب صابكم كله فضيل
لكن اسمعنا يا زينب عنكم بعلم شني فوق صدر حسين يا عزيزة صدق ذبح الرضي قالت تخضب بدمه وشقت الجيب الرباب وحسين قال صدق حسين خيي مات ما حد وسده وعقب ذبحه فوق صدره جالت خيول العدى قالت وصالة شفتها قبال عين مبددة شفت راسه يا محمد شايلين على الحرام والمصيبة اللي عمتني مشيتي ويا الغروب قلت خلوني ولنمتني تورم بالضرب طوح الحادي ومشوا بينا عن ابن امي غصوب لو شفت نشكثر قاسينا بعدهم من عذاب قال شايع خبر يا زينب وضن هذا بعيد قالت اسأل الدهر يمكن يسويها ويزيد قال دشيتي صدق مأسوره بمجلس يا زيد قالت والله دخلنا ومجلسه مملي اجنا يا ميتا ترك الالباب حائره اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم وثبتنا على ولايتهم والبراء من أعدائهم يا كريم اللهم من اجتمعنا لأجله وسببه الفقيد السعيد تغمده اللهم بواسع رحمتك واحشره اللهم مع محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين امسح اللهم على قلب من فقده بالصبر والسلوان بمحمد وآله الطاهرين والفاتحة مع الصلوات.